السلام عليكم. الآن كمل أمثلة على قوانين نيوتن. أحد هذه الأمثلة اللي هو الوزن داخل المصعد. قبل ما نأخذ هذا المثال، يعني كلياتنا في يعني لحظة من اللحظات أو في مرة من المرات ركبنا فيها في عربة المصعد، وكان المصعد صاعد للأعلى، بنلاحظ انه في يعني حركه لا شعوريه لمنطقه الاحشاء مثلا او جسم الانسان، انه بصير في عندنا نزول لجسم الانسان للاسفل. لكن لو كان هذا المصعد اول ما نضغط الكبسه للاسفل مثلا، بتلاقي انه لا شعوريا انه يعني جسم الانسان بصعد للاعلى. هذه الحركه يعني لو كنت انت واقف على ميزان، ففعليا وزنك راح يتغير لحظيا سواء زياده او نقصان. هذا المثال بحاكي هذا الكلام اللي أنا قاعد بأحكيه، اللي هو لو كانت عندي سمكة بدي أحاول أقيس وزن هذه السمكة. طبعا هذه الوزن وزن الطبيعي لها معروف هو أم جي. الآن إذا كان هذا المصعد صاعد للأعلى أو إذا كان نازل للأسفل في هذا الشكل، تمام. نأخذ الحالة الأولى اللي هي لما يكون عندي المصعد صاعد للاعلى، ضغطنا الكبسه. طبعا هذا بتكلم مش بعد يعني دقيقتين ثلاثه لما يصير في عندي اتزان بحركه المصعد، قاعد بتكلم باللحظه اللي احنا بنضغط فيها على الكبسه الصعود للاعلى، اللي هي التغير ما بين السكون للحركه. هاي الوقت هذا او المرحله هذه، تمام. الان السمكه هذه في عليها قوتين، مبدئيا عليها قوتين، في عندي وزنها للأسفل وفي عندي الشد للأعلى، وزن للأسفل والشد للأعلى. الآن بما أنه في عندي الجسم قاعد بتسارع أو المصعد هذا قاعد بتسارع للأعلى بهذا الشكل، الآن شوفوا التريك اللي بدنا نعملها. طبعا بالكتاب كيف شارح؟ الكتاب بحكي لك أنه القوة للأعلى موجبة، القوة للأسفل سالبة، التسارع للأعلى موجب، التسارع للأسفل سالب. لكن من خبرتي مع الطلاب هذا بيعمل عندهم نوع من الـ الارباك بتوزيع الاشارات. طب شو نعمل في هاي الحاله؟ شوف التريك اللي راح اعلمكم اياها، اللي هي اللي مع التسارع بنبدا فيه، القوه اللي مع التسارع بنبدا فيها. مثلا صاعد هذا المصعد للاعلى، فالتسارع عندي للاعلى، فبنقول تنشن ماينس ام جي بتساوي عندي ام اي، تنشن ماينس ام جي بتساوي عندي ام اي، ممتاز. الآن نأخذ الحالة الثانية اللي هي اللي مع نفس الكلام اللي حكيته قبل شوي، اللي مع التسارع بنبدأ فيه، اللي هو ام جي ناقص تنشن. طبعا هون بتفرق لأنه في عندي تسارع، لو كانت عندي بتساوي صفر ما بتفرقش تنشن ماينس ام جي ولا ام جي ماينس تنشن، لكن بسبب وجود التسارع لا هون بتفرق مين قبل مين. الكتاب كيف شارح الحالة هاي الثانية؟ شارحها بحكي لنا تنشن ماينس ام جي بتساوي عندي ماينس ام اي، او بشكل اخر هي ام جي ماينس تنشن بتساوي عندي ام اي. انا بفضل الطريقه الثانيه اللي هي بنتجنب الاشارات، لان الاشارات يعني خاصه الاشاره السالبه بتعمل ارباك للطلاب. الان ناخذ الحاله الاولى زي ما احنا حكينا هون، تنشن ماينس ام جي، تنشن ماينس ام جي بتساوي عندي ام في اي، فالشد عندي في هاي الحاله لو نقلنا الام جي للطرف الثاني بيساوي الشد بيساوي وزن السمكة اللي هو ام جي مضاف له اللي هو القوة اللي هي ام في اي، مضاف له حتى لو كان مقدار صغير جدا. علشان هيك احنا بنشوف انه الشد للاسفل، شد الزنبرك هذا، ميزان زنبركي هذا، الشد بكون عندي اكثر من الوزن بشوي. ناخذ الحالة الثانية اللي هي ام جي ماينس تنشن بتساوي عندي ام اي، فنقلنا التنشن للطرف الثاني والام ام اي الطرف الاول اليمين يسار، فصار عندي اللي هو التنشن بصير عندي اقل من الوزن بمقدار اللي هو ام في الاي. الان من الامثله المشهوره على قوانين نيوتن هي الاتوود ماشين. الاتود ماشين هي زي البكره زي ما احنا شايفين، في هذا النظام جسمين مرتبطين بحبل، وهذا الحبل بلف على بكره والبكره مهمله الكتله. الان في عندي كم عدد الانظمه؟ في عندي نظامين، هذا نظام وهذا نظام. لاحظ انه النظام اللي هو الكتله هذه
مرتبطة بأمته بس بشكل غير مباشر. احنا زي ما حكينا بهمني يكون الارتباط مباشر. فالقوة على هذا النظام هي عندي الوزن للأسفل والتنشن للأعلى، والقوة على هذا النظام اللي هو الوزن للأسفل والتنشن للأعلى. الوزن للأسفل والتنشن للأعلى، نعم. الآن في هذه الحالة اللي هي راح تكون عندي، بما أنه التسارع للأعلى اللي مع التسارع بنبدأ فيه، فتنشن ماينس ام جي بتساوي عندي ام في اي، ام 1 اي تنشن ماينس ام 1 جي بتساوي عندي ام 1 اي. الآن بما أنه نفس الحبل نفس الخيط والبكرة مهملة الاحتكاك، تمام، في هاي الحالة التسارع هو نفسه حيكون عندي. الآن نيجي على النظام الثاني، النظام الثاني ام 2 جي ماينس تنشن بتساوي عندي ام 2 اي. بحل المعادلتين مع بعضهم زي ما احنا شايفين هنا بنحلهم، فالتسارع بكون عندي بيساوي ام 2 ماينس ام 1 على ام 1 بلس ام 2 في الجي. الآن بتعويض هذا التسارع في إحدى المعادلات هيكون عندي اللي هو التنشن الموجود عندي في هذا النظام. الآن نفس الشيء في هذا الحالة، نفس الشيء نتكلم في هذه الحالة. الآن يعني ما راح ندخل بتفاصيل كثيرة لأنه هذا النظام شرحناه قبل شوي، هو السيارة على سطح مائل. الآن بس هذا النظام كان في عندي هنا في يعني قوة إضافية اللي هي التنشن، ممتاز. القوة الموجودة عندي هون نظامين طبعا، هذا النظام عندي وزن للأسفل والتنشن للأعلى، والتسارع بحكي هو راسم لي اياه بحكي له التسارع للأعلى. لأن هذا النظام اللي هو على سطح المائل في عندي الوزن للأسفل، في عندي النورمال عمودي على السطح بهذا الشكل، تمام، وفي عندي التنشن بهذا الشكل. قبل ما نتعامل مع هذا النظام لازم نعمل روتيشن للكوردينيتس للاكس واي بحيث انه نطابق الاكس اكسس مع سطح المائل والواي اكسس عمودي عليه بهذا الشكل. بتحليل القوى زي ما احنا شايفين راح يكون عندي زي بهذا الشكل، هون عندي النظام الثاني او وهذا هو النظام الاول. بتحليل القوى اللي هو النظام الاول والنظام الثاني بكون عندي، وبنحل المعادلات مع بعضهم بكون عندي التسارع بيساوي المقدار هذا، والتنشن التنشن بتعويض التسارع في احدى المعادلات هذه بكون عندي بيساوي المقدار هذا. الان رح ننتقل على نوع من طبعا جديد او من القوى، هو قوى الاحتكاك. لا لاحظوا انه في كل المسائل اللي احنا ناقشناها يعني قبل هيك كنا نهمل قوى الاحتكاك، ولكن فعليا فعليا يعني قوى الاحتكاك يعني مش صح انه نهملها، بنهملها عشان تسهيل الحل، ولكن فعليا هي موجوده. لان قوى الاحتكاك زي ما يعني بنعرف إلها فوائدها وإلها يعني سيئاتها، إلها حسنات إلها سيئات. الآن ممكن من فوائد أو حسنات القوى الاحتكاك إنه هي بتخلي الأجسام توقف. تخيلوا سيارة تمشي على طريق وما فيش عندي أي احتكاك، حتى لو ضغط على فرامل أصلا فرامل ما تمسك، ما راح تمسك عندي بالعجل والسيارة ما راح توقف. يعني هاي من فوائد الاحتكاك. من سيئات من فوائد الاحتكاك مثلا اللي هي القداحة والكبريتكة بيشتغلوا نتيجة احتكاك وتوليد شرارة. الآن من سيئات الاحتكاك اللي هو لو شخص يعني قاعد بركض وسقط على الأرض راح يعني يتخدش جسمه، راح يتكسر، في عندي جروح خدوش أو جروح عندي في الجسم، يعني هذا بسبب وجود قوة الاحتكاك الموجودة عندي. من سيئات الاحتكاك انه قطع السيارات هذه بعد فتره من الزمن بحاجه لتغيير نتيجه الاحتكاك وتاكل القطع والاعضاء مع بعضها. تمام. الان قوى الاحتكاك في عندي نوعين، ستاتيك وكايناتيك. من اسمهم مبين ستاتيك يعني ساكن، قوى احتكاك ساكن. الان والكايناتيك هو قوى الاحتكاك الحركي. اذا في عندي قوى احتكاك سكوني وقوى احتكاك حركي. لان نيجي على السكوني اف اس، طبعا هون بنرمز لرمز الاحتكاك اف سمول. القوه اللي كنا نتعامل معها كانت كابيتال اف، لان هون اف سمول
هي أقل أو يساوي ميو اس في الان. الان هي النورمال فورس، وميو اس هي معامل احتكاك السكوني. الان طالما انه الجسم واقف، طالما انه الجسم واقف فبتأثر عليه قوة احتكاك سكوني. احنا ممكن نزيد القوة ولكن راح يظل الجسم واقف. يعني عندي مثلا خزانة كبيرة مثلا، وطفل قاعد بدز فيها بحاول يحركها، تمام؟ هذا الطفل مش راح يقدر يحرك الخزانة مع انه بيأثر عليها بقوة، الا انه ما تجاوز قوة الاحتكاك اللي يخلي هاي يعني الدولاب او الخزانة تتحرك. علشان هيك احنا بنحكي على الرمز اقل، تمام؟ الان اذا وصلت القوة لعند يعني ما نشعر ان الجسم بده يتحرك، فبتصير عندي هنا اللي هي يساوي، تمام؟ ومجرد ما صارت عندي يساوي بننتقل من سكوني لحركي. يعني مجرد ما نشعر ان الجسم بده يتحرك فصار عندي احتكاك، او بدأ يتحرك فصار عندي هون احتكاك اللي هو احتكاك الحركي. لان احتكاك السكوني هنا ممكن متغير لحد ما يصل لأقصى قيمة له اللي يساوي، لكن الاحتكاك الحركي ثابت. طالما ان الجسم قاعد بيتحرك فالاحتكاك الحركي بيكون عندي ميو كي في الان. الان وحدة الميو اس او الميو كي هي دايمنشنلس، يعني بدون اي وحدة. لاحظ ان قوة الاحتكاك نيوتن، والنورمال فورس هي قوة كمان نيوتن. اذا ميو هذه ما الها اي وحدة. لان بعض الفرضيات اللي هو دائما وابدا قوى الاحتكاك بتكون عكس الحركه، يعني opposite of the direction of motion، وموازي لسطح التلامس. coefficient of friction معامل الاحتكاك بيكون يعني غير معتمد على area of contact، مساحه التلامس كم راح تكون. هذا طبعا جدول بمثل عندي بعض يعني معاملات الاحتكاك للسكوني والحركه ميو اس وميو كي لبعض الاسطح، ستيل اون ستيل، الومنيوم اون ستيل، كابر اون ستيل، اند سو اون. مش حفظ هذا، هذا يعني بالامتحان انا بعطيكم القيمه اللي احنا بدنا نشتغل عليها، هذا لا تحفظون. لانه مثال على اللي هو قوى الاحتكاك، تمام؟ الان سياره على سطح مائل، هذا بذكرنا بالمثال اللي حكينا عنه قبل شويه، بس ما كان عندي احتكاك، كان في عندي شد وفي عندي جسم معلق، نفس الفكره، تمام؟ الان في عندي وزن هذا الجسم للاسفل، في عندي النورمال، اخذنا الاحداثيات، لفينا الاحداثيات بهذا الشكل، طابقناها مع محور اكس، فعندي ام جي ساين ثيتا ناقص فريكشن بتساوي عندي ام في اي اكس، تمام؟ والنورمال ماينس الام جي كوساين ثيتا بتساوي عندي صفر، معادلتين زي ما احنا شايفين بنحلهم مع بعض، فبيطلع عندي اللي هي الاف اس في هاي الحاله. طبعا هون بحكي لانه ما هون بحكي مثال انه ثابت ما بيتحرك، هون بحكي انه ثابت ما بيتحرك، تمام؟ ما فيش عندي تسارع. وبالتالي مجموع القوى هون بتساوي عندي صفر، فاللي هي نورمال ماينس ام جي بتساوي عندي صفر، بنحل المعادلتين مع بعض بيطلع معي كم قوة الاحتكاك، وممكن نقدر نحسب منها ميو اس. لكن لو كان هذا النظام بيتحرك بتكون عندي ام جي ساين ثيتا بينزلق للاسفل ماينس فريكشن بتساوي عندي ام في اي اكس، والنورمال ماينس ام جي كوساين ثيتا بتساوي عندي صفر. هذا المثال راح نتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل الان في هذه الحاله. الان في عندي قرص زي ما احنا شايفين، ضربناه بعصا ورفعنا العصا، يعني بالتالي العصا مش موجوده علشان نحسب حسابها، تمام؟ الان هذا القرص قاعد بيتحرك على ارضيه خشنه، على ارضيه خشنه. الان نوع الاحتكاك عندي بما ان الجسم قاعد بيتحرك فقوه احتكاك راح تكون عندي. الان اتجاه الحركه راح يكون عندي بهذا الشكل،
تمام، لو كانت العصا اللي ضربنا فيها هذا القرص ملامس للقرص تمام ما في مشكلة، بنقدر نحكي انه اف موجود اف، لكن لما ضربنا وتركنا رفعنا العصا لان ما فيش عندي قوة بهذا الاتجاه، القوة الوحيدة الموجودة عندي هي عكس هذا الاتجاه. الان بدي منكم شغلة تتأكد او يعني تتذكروها دائما وابدا، انه احنا عارفين انه التسارع راح يكون عنده في هالحالة تباطؤ، وبالتالي التسارع راح يكون عندي نيجاتيف. الخطأ اللي بيقع فيه الطالب انه بحط الفرضيات هذه بالحل، هذا خطأ. المفروض انك انت تخلي الماث هو اللي يعمل لك كل الحسابات هذه، بدك تفترض انك انت ما بتعرف، لكن اذا طلع الجواب معي متطابق مع اللي انا يعني متخيله او متوقعه تمام، اذا طلع في عندي تناقض بكون في عندي خطأ في الحل. ماشي، خلينا نشوف كيف نعمل. لمجموع القوى، مجموع القوى على اكس بتساوي عندي ام اي اكس، هيها مجموع القوى على اكس بتساوي عندي ام اكس. الان القوى على اي اكس اللي هي عندي الحركه بهذا الشكل، الحركه بهذا الشكل، وبالتالي حيكون عندي قديش القوه هون؟ صفر زيرو ناقص اف كي بتساوي عندي ام اي اكس، هون طبعا في عندي زيرو، زيرو ماينس اف كي بتساوي عندي ام اي اكس، تمام؟ والنورمال ماينس الام جي بتساوي عندي صفر، طبعا على فرض انه مش قاعد يعني هذا القرص يعني بنطنط عن السيرفس، وبالتالي يعني هو طبعا حاكينا الملاحظة هذه انه ما بيغادر السطح، هذا القرص ما بيغادر السطح. وبالتالي بنحسب المعادلة هذه والمعادلة هذه، بنحسب منها كم عندي بتساوي عندي اللي هي الاي اكس، تمام؟ الان اف كي هي بتساوي عندي ميو كي في النورمال، ميو ناقص ميو كي في النورمال بتساوي عندي ماينس ميو كي في الام جي لانه عوضنا هنا، واللي بتساوي عندي ام اي، فالاي اكس بتساوي ماينس ميو كي في الجي، تمام؟ لان هاي معادله بمجهولين. الان اي اكس مش موجود عندي، ولكن هو السؤال بحكي لي انه هذا القرص بدا ضربناه وكان بيتحرك بسرعه ابتدائيه مقدارها 20 متر في الثانيه، ومشى مسافه 115 متر ووقف، تمام؟ وبالتالي السرعة النهائية بتساوي صفر باستخدام معادلات الحركة الخطية في بعد واحد اللي تعلمناها بشابتر 2. وعندي اللي هي السرعة الابتدائية والسرعة النهائية والمسافة، بنستخدم إحدى المعادلات، تمام؟ بنعوض فيها وبنحسب التسارع، بنعوض التسارع في القيمة هذه، فبيطلع عندي اللي هي 177 بالألف مقدار ميو كي. لان هذا المثال طبعا راح ناخذه بحاله مفصله اكثر. في عندي نفس الفكره، عندي تو اوبجكتس بهذا الشكل، في بتسارع هذا النظام للاعلى بهذا الشكل، وفي عندي قوه، بس هذه القوه عامله زاويه مقدارها اف. اوكي، الان ديتيرمين ذا ماجنيتيود اوف ذا اكسلريشن اوف ذا تو اوبجكتس، والسطح بحكي لنا انه هذا السطح يعني خشن. نفس الشيء بنحدد الفري بادي دياجرام لهذا النظام، نحدد الفري بادي دياجرام لهذا النظام ونشوف القوى الموجودة عندي. في عندي الوزن للأسفل، وفي عندي الشد للأعلى، في عندي الشد على النظام الثاني اللي هو هذا، في عندي الشد وفريكشن جايات لليسار رايحات، في عندي القوة، بس هذه القوة طبعا عامل الزاوية، وبالتالي حتكون عندي اف كوساين ثيتا واف ساين ثيتا اللي هي مع النورمال، تمام؟ في عندي النورمال، في عندي الوزن، في عندي الشد، في عندي الاحتكاك، وفي عندي القوة F اللي إلها مركبتين، راح يكون عندي اللي هي F ساين وF كوساين. مجموع القوة على X بتساوي اللي هي M في A، ومجموع القوة على Y في هاي الحالة بتساوي اللي هي 0. معادلتين بنحلهم مع بعض بهذا الشكل، ومستفيد من اللي هي هذه اللي هي الواي في حساب قوة الاحتكاك الحركي. بنعوض المعادلات مع بعض، فبكون عندي النورمال بيكون بهذا الشكل. طبعا ما ننسى انه النورمال وام جي، بس النورمال معه اف ساين ثيتا، يعني نورمال بلس اف ساين ثيتا بتساوي عندي ام جي، لانه هاي مركبتين زي ما احنا شايفين بهذا الشكل، تمام؟ فبيطلع عندي التسارع النظام بيساوي اللي هو المعادله هذه. هيك بنكون خلصنا تشابتر 5. شكراً.